كان وما يزال مركز الدعوة الإسلامية بحمد الله تعالى من أهم المراكز التي تهتم بنشر تعاليم الإسلام وإحياء السنن النبوية الشريفة من خلال عقد برامج دعوية ومحاضرات تربوية. وبهذا الصدد يحرص مركز الدعوة الإسلامية بين كل فترة وأخرى على ترسيخ العلاقة القوية بينه وبين دعاة وعلماء أهل السنة والجماعة في العالم، حيث استقبل المركز قبل أيام علما من أعلام الشام وأحد شيوخ الطريقة الشاذلية، ألا وهو الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني حفظه الله تعالى. استقبله المركز بكل حفاوة وترحيب، وكان في استقباله المشرف العام لإدارة الشؤون العربية وعدد من مسؤولي المركز، حيث قدموا له تعريفا موجزا عن أبرز خدمات وأهداف المركز وبعض النشاطات الأخرى. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كما قام فضيلة الشيخ بجولة في قسم البحوث الإسلامية واطلع على بعض التصانيف العربية وغير العربية والمترجمة، مشيدا بجهود المركز وثمرات جهود الشيخ محمد إلياس القادري حفظه الله تعالى. ثم تقدم فضيلته بإلقاء درس تربوي في دار الحديث بجامعة المدينة بين طلاب دورة الحديث بعنوان التقليد والاتباع في الأصول، شارحا لهم ضرورة الطلب والتلقي وأهميته، كما قدم لهم بعض النصائح الثمينة والتوجيهات، ثم أجاز الطلاب في الحديث الشريف. مين هو اللي بنسمح له يقلد؟ مو كل الناس نسمح لها تقلد. هلأ المجتهد اللي عنده أهلية استنباط الأحكام من أصولها يتركها ويذهب ويقلد؟ ما بنسمح له. المجتهد لا يكون مقلدا، المجتهد لا يقلد المجتهد. وفي ختام المجلس قدم فضيلته هدية للطلبة سائلا لهم النجاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يمد بعمر أسيادنا وعلمائنا، وأن ينفعنا ببركاتهم وعلومهم، وأن يديم علينا نعمة صحبتهم حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه سميع مجيب.